إسماعيل مهر المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ إسماعيل، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. أستاذ إسماعيل، كيف تقرأ في هذا الموقف الأمريكي؟ قبل يعني حوالي أسبوعين أو أقل من ذلك أو أكثر، كان هناك اعتراض مباشر بزيادة المساعدات السنوية لإسرائيل، لكن يعني الآن نسمع بأنه هناك موافقة بمثل هذه المساعدات. قد تذهب إسرائيل باتجاه الطلب بأن تضاعف أكثر. أنا أعتقد أنه على الاتفاق الإيراني النووي مع أمريكا، أمريكا أعلنت عن قرارها بتعويض إسرائيل، وكأنه ما حدث مع إيران هو خسارة لإسرائيل، وبالتالي أمريكا على استعداد أن تعوض إسرائيل. وكان حديث كبير جدا عن رغبة الإدارة أوباما بأن تكون أكثر سخية مع إسرائيل في هذا التعويض، وفي إسرائيل تقريبا يعني حلموا أو فكروا بخمسين مليار تقريبا، يعني موازنة تعادل 50 مليار دولار على عدد من السنوات بزيادة قدرها 5 مليارات دولار، من 3.2 مليار دولار في السنة إلى 5 مليارات دولار. وهناك تقريبا يعني حدث الكثير من الاجتماعات على المستوى الأمني والسياسي في هذا الموضوع، ويبدو لي انه يعني هذا الامر لا زال قيد النقاش والبحث. وفي اسرائيل لم يسارع، في اسرائيل لا زالت حكومه نتنياهو تعتقد انه من الافضل لها ربما تاخير هذا الامر الى ما بعد الانتخابات الامريكيه وذهاب اوباما، على اعتبار انه اوباما ربما قد لا يكون سخيا بهذا الشكل مع اداره حكومه نتنياهو. ولكن هذا الامر موضوع على طاولة النقاش. أعتقد أنا في الموقف الأمريكي هذا انحياز بشكل كامل، ومحاولة تدليل ومحاولة إظهار الأوباما إدارة ديمقراطية على أنها أكثر سخاء، لا سيما ربما في هذا الجولة الانتخابية، ثم التصعيد الانتخابي في أمريكا، وثم استقطاب كبير جدا بين الديمقراطيين والجمهوريين، وهناك يعني حالة من التنافس على من هو الأكثر قربا والأكثر دعما والأكثر تمسكا بتفوق إسرائيل وحماية أمنها. لذلك أعتقد أنه أوباما أو إدارته لا يريدون أن يصل هذا الأمر إلى سجالات داخل المجلس النواب والكونغرس الأمريكي، حتى لا يتم هناك حالة من الإحراج والضغوط على الإدارة الأمريكية. هذا أنا ما أقرأ في هذا التصريح، رغم أني قرأت اليوم يعني في هذا الأمر أنه لا زال هذا الموضوع قيد نقاش، وربما سيحاول نتنياهو إجمال هذا الأمر في زيارته لحضور مؤتمر الإيباك السنوي في منتصف أذار القادم. أستاذ إسماعيل، هل يعني مثل هذه الموافقة ستفتح شهية نتنياهو في زيارته القادمة لأن يتسع في مطالبه، وفي إطار يعني دائما الذريعة والبعبع الأمني الذي يتحدث به بوجود إسرائيل في المنطقة، حتى يحصل على المزيد من هذا الدعم العسكري الأمريكي؟ أنا أعتقد أنه الظروف السياسية الجيوسياسية الآن والظروف الانتخابية في أمريكا هي ظروف وعامل مشجع ومساعد تماما لنتنياهو، ليؤكد مرة أخرى أنه إسرائيل هي تقريبا حامل الطائرات الأمريكية التي تدافع، وهي الصخرة المستقلة الصلبة المستقرة التي تدافع عن المصالح الغربية في ظل ما يصف نتنياهو بالمفترسين الذين يحيطون بهذه الفيلا أو بهذه المنارة الأوروبية الغربية صاحبة الحضارة الغربية. في أمريكا ربما يدركون أنه الوضع الأمني في إسرائيل يعني هي عرضة لتهديدات كثيرة جدا، ربما هذا يعني ما تقتنع به أمريكا. من جانب آخر، حالة المزايدات والمنافسات في الخطابات التمهيدية للانتخابات التمهيدية في أمريكا، ورأينا قبل أيام منافسة بين مارك روبيو وترامب وكيف أنه مارك روبيو يقدم الكثير من التعهدات بالوفاء لإسرائيل، وكأنه ليكودي أكثر من الليكود. أعتقد أنه نعم،
هذا الأمر سيفتح شهية نتنياهو، وربما في إسرائيل يتطلعون إلى أكثر بكثير من $4 مليار. شكرا جزيلا سنوية. الأستاذ إسماعيل مهرة المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معي من غزة، شكرا.